أهلا لحضراتكم، وده ميعادنا مع الفقرة الفكرية الأسبوعية، والنهاردة هي بعنوان التكفير. خلينا نبتدي مع حضراتكم بحكاية. الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه بيقول إنه في إحدى المعارك لما قرب من واحد من المشركين ورفع سيفه وهيضربه، فالراجل قال لا إله إلا الله. المهم إنه كان معاه كذا واحد من المسلمين، فلما الراجل قال لا إله إلا الله سابوه، لكن سيدنا أسامة بقى راح ضربه وقتله. لما الموضوع ده وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت، ده سيدنا أسامة بقى بيرد، يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني خايف من السيف، قالها عشان ما يتقتلش. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بنفس الكلام، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ سيدنا أسامة بيقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الحديث ده بيقول لنا قد إيه اعتبار الناس كفار أمر في غاية الخطورة. وشوفوا إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تجاوز سيدنا أسامة وتساهل في قتل الرجل بدعوى إنه خايف من السيف. إحنا في المرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن إنه الخوارج كانوا متساهلين في تكفير الناس حتى ولو عملوا ذنب واحد، يبقوا في نظر الخوارج كفار. لو أخدت بالك هتلاقي نفس السيناريو ده بيتكرر، بيقتلوا المسلمين ويكفروهم على أتفه الأسباب أو حتى بسبب الذنوب. ده ممكن التكفير يكون بسبب أن الواحد قاعد في بلده بس ومش بيصدق شائعاتهم ولا بيوافق على تحريضهم. حضراتكم متخيلين الجهل والتعصب وصل المتطرفين دول لفين؟ وعشان خطورة التكفير هنلاقي التحذيرات القرآنية والنبوية كتيرة جدا في الموضوع ده، طبعا غير كلام صريح وقاطع لكتير من علماء الإسلام في هذا الصدد. في القرآن مثلا إضافة للآيات اللي بتؤكد أخوة المؤمنين، نلاقي في سورة النساء ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فقوله سبحانه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني تأكدوا يا مؤمنين وتثبتوا في كل أحكامكم وأفعالكم، ولا تقولوا لمن أظهر اتباع دعواتكم ودينكم ونطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام لا تقولوا له لست مؤمنا حقا. وطبعا فيه قصة لنزول الآية دي ممكن حضراتكم تراجعوها في كتب التفسير. ده غير التحذير الصريح كمان في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحديث هنا واضح في التحذير الشديد من تكفير المسلمين، وإن اللي هيعمل كده بيعرض نفسه للهلاك. الخطورة كمان إن اللي بيطلق أحكام التكفير مش مجرد كلمة أو حكم بيتقال وخلاص، ده ليه تبعات تمس حياة الناس من حواليه، زي إنه زوجته مثلا لا تحل له وتطلق منه، ولا يرث من أولاده وأولاده ما يرثوش منه، ما يدفنش في مقابر المسلمين، وحاجات تانية كتير جدا بتترتب على كده. علشان ده بنقول إن المسائل الحياتية اللي زي دي هي مسائل قضائية يفصل فيها القاضي مش أي حد تاني، عشان نحمي المجتمع من الناس اللي بتتساهل في موضوع التكفير ده، لأنه موضوع في منتهى الخطورة ومش من حق حد يكفر حد. وفكرة التماس العذر هي الأصل في الإسلام مش التسرع في الأحكام. ويمكن عشان كده الأزهر ما كفرش داعش وأخواتها لحد النهاردة، لأنه لو كفر داعش زي ما بعض الناس كانت عايزة يبقى كده الأزهر بيمارس التكفير عمليا، وده بعيد كل البعد عن منهج الأزهر اللي هو أبعد ما يكون عن التكفير، خصوصا إن الجماعات دي بتتستر بالدين لتحقيق أغراض توسعية دنيوية محضة. فإذا هم عايزين يهونوا من شأن الدين فما يصحش أبدا إننا نجاريهم في هذا الحضيض. وكمان الأزهر بيحب إنه يقدم القدوة والنموذج في التورع عن التكفير واتهام الناس في دينها وضمائرها. خلونا كده نفترض احتمالين، تكفير الناس وعدم تكفيرهم. لو الناس دي توقفت عن تكفير الناس مش هيخسروا أي حاجة، بالعكس ده تمني أو رجاء السلامة للمسلمين من حسن الإيمان. أما لو أطلقوا ألسنتهم بالتكفير فالحقيقة هم هيخسروا كتير، والمجتمع كمان هيخسر كتير، لأن التكفير له تبعات من التفجير والتخريب.
كمان لازم نعرف أن اختلاف الديانات والخصوصية بينها أمر حقيقي وواقعي وطبيعي، ومش من اللازم أبدا عشان إحنا مختلفين نصل لدرجة أن إحنا نكفر بعض، ولا أن المجتمع يعيش في جزر منعزلة بناء على الاستعلاء بالدين، وإنما المفترض أن إحنا نتواصل ونتعايش تعايش مشترك سلمي نقبل فيه الاختلاف فيما بيننا. كل دي قيم موجودة في المجتمع المسلم من أيام وثيقة المدينة اللي كان عايش فيها المسلم وغير المسلم كما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث بنترجم هذا الفهم لتاريخنا وتعاليم ديننا إلى ما يسمى بالعقد الاجتماعي الحديث المتمثل في دولة المواطنة والدستور، يعني الكل سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات، وربنا وحده هو اللي يحاسب الناس على معتقداتها. بكده نفهم أن التكفير اغتيال معنوي يليه التفجير للاغتيال الجسدي، فالحذر واجب من التكفير لأنه يفضي إلى التفجير، والتكفير كاشف لخراب التفكير. وأحب أختم بمقولة لعملاق الأدب العربي الموسوعي عباس محمود العقاد اللي قال: التفكير يوجب الإسلام والإسلام يوجب التفكير. ولو سمحتوا لي أضيف: التفكير يوجب الإسلام والإسلام يوجب التفكير، فلا سامح الله أقواما جعلوا الإسلام يوجب التكفير. وخليكم فاكرين إحنا مش مأمورين أبدا نفتش في قلوب الناس ومعتقداتهم، لنا الظاهر والله مطلع على القلوب. أمال إحنا مأمورين بإيه؟ إحنا مأمورين بالإحسان للناس في معاملتهم، فليه ننشغل بما نهينا عن التفتيش فيه ونسيب ما أمرنا أن ننشغل به؟ دمتم واعين، في أمان الله.